سنتين. مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة تحديدا بنحكي عنه اليوم بيوم المرأة العالمي مع السيدة منى فريد الخازن. أهلا وسهلا فيك حضرتك رئيسة مجلس الأمناء بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، ومرافقك سام لحود مؤسس ورئيس مجتمع بيروت السينمائي. أول شيء قبل ما نبلش خليني أقول لك أنه إن شاء الله هالنهار العالمي للمرأة بيكون دايما حامل معه نهارك حيف اليوم طاقات إيجابية وحلول. أهم شيء فيني ودي وردة معك لحدا بحبه كثير بتحبي إيه أكيد على زينب حضرتين لأختك السيدة زينب فريم أيضا يلي أنا بعتز فعلا بصداقتها وبصداقتك وبقلكم يعطيكم ألف عافية. رح بيتم إطلاق مهرجان بيروت للدول لسينما المرأة بنسخته الثانية، شو يلي خلى هالمهرجان يستمر اليوم منى وقديه مهم للمرأة أيضا؟ اوكي اكيد رح اقول لك. اول شيء هذا المهرجان اكيد انه استمراريته هو بفضل الشباب يلي بتتابع ويلي عندها شغف للسينما. وانا اول ما تعرفت عليهم وحسيت انه عندهم هالقد هالشغف وهالقد هالبروفيشناليزم بشغلهم حبيت ادعم هيدا المبادره. هي ضمن بيروت فيلم سوسايتي وصار فيستيفال صار عالمي ما بقى بس ضمن نطاق لبنان وبيروت. وعنده رسالة، أهم شيء أنه له رسالة، رسالة هي طبعاً للمرأة، ورسالة اللي عم نطلقها كمان بهيدا المهرجان هو للعائلة وللطفل. وهيدا موضوع يعني اليوم بمس كل السيدات طبعاً. وكل العيال كل أيضاً العيال. معناتها هون بدهم يتوجهوا الكل يحضروا مش بس السيدات ما هيك؟ طبعاً أكيد. سام خلينا ناخذ بعض التفاصيل عن الموضوع، عن اختيار الأفلام، عن التنظيمات يعني أيضاً والمواعيد. أكيد رح أعمل بريف سريعة. نحن في أذن عم نحتفل بالدورة الثانية لمهرجان بيروت الدولي للسينما المرأة، وعم نطلق الدورة الأولى من مهرجان بيروت لسينما الطفل والعائلة، برنامجين متساويين. الافتتاح بكازينو لبنان بعشرة الشهر الساعة 6 المساء، في تكريم للفنانة الممثلة وفاء طرباي، وبنطلق المهرجان. بنبلش نهار الاثنين عروضات الأفلام كل يوم قبل الظهر من الساعة 11 للوحدة في بروجرام سينما الطفل والعائلة بيكونوا بجراند سينماز أبي سيد بيي، وبعدين من عشيه من الساعه 5 وطلوع ببلش بروجرام الفستيفال 62 فيلم لسينما المرأة من حوالي 35 دولة، وفي معنا تقريبا حوالي 30 ضيف من برات لبنان جايين لحتى يشاركوا بافلامهم، هم مخرجين وممثلين. مش قليل 30 ضيف يعني عم نحكي عن مجموعه كبيره. وبيكونوا موجودين بديسكشنز. اكيد في عنا سيشن كمان خاصه لاسم المراه في السينما، تحدي يومي، التحديات اليوميه يعني قد ما في تشالنجز ديلي تشالنجز. كمان هيدي بانل ديسكشن مع اربع منتجين ومخرجين وسينماتوجرافر سيدات. وفي كمان عنا عرض خاص لبروجكت اسمه Girls for Change، هذا نعمل بالسنة 2018 مع اليونيسف، هو تدريب لفتيات حول استعمال السينما لإنشاء تغيير. وهيدا بيصير كله ضمن هالأمبريلا المظلة اللي اسمها مهرجان بيروت الدولي للسينما المرأة. سيدة منى، يعني ليه قررت تكوني ناشطة بهالمجال بالذات ودعم المرأة من خلال السينما؟ يعني شو الصعوبات اللي عم بتلاقوها اليوم؟ أنا من خلال طبعاً يعني شغلي ومتابعتي لبعض الأمور، في شغلتين أساسيتين عم نعاني منهم هالفترة كتير بمجتمعنا وبكل المجتمعات مش بس بلبنان. يعني هي صورة المرأة أول شيء، قديش عندها الباور إنها تكون مشاركة إن كان بالحقل العام، بالحقل السياسي، بالحقل النقابة، بكل الحقول. وشغلة تانية هي الصورة يلي عم تظهر فيها المرأة على طول، عم وخاصة بالأفلام أو بالدعايات أو بأي شيء إعلامي بفرجوك المرأة وكأنها سلعة أو وكأنها ضعيفة. وهيدي الصورة بعتقد أنه لازم وبعدها للأسف لازم تخلص، يعني يلي كان لازم تختفي كليا اليوم بعدها وتقريبا نفس الشيء مثل قبل. يعني عم نجرب قد ما فينا أنه نعمل توعية، مثلا مثل اليوم نهار العالمي للمرأة، أنه قد ما فينا نقدر نعمل توعية للناس، نقدر نحسس أنه قد المرأة هي مثلها مثل الرجال. أكيد وهي عندها أكيد القدرات مثلها مثل الرجال. يعني أنا بعطيك إكزامبل مثلا بلبنان، يلي بيتخرجوا من كل شيء اسمه سينما أو كل شيء اسمه أوديوفيجيال أو كل هدول الفيلدز، يعني هن تقريبا 50% رجال 50% نساء. هلأ نحن عنا
مثل ما قال لي سام يعني هذا معلومات من عندهم انه نحن لبنان ايه ريسيرش انه لبنان اتس رول موديل يعني عندنا المنتجين هن 50% نساء 50% في مطارح بنكون ايه. اكثر في توازن طبعا في توازن بلبنان في توازن. بينما بالعالم ما في توازن في عندك 20% نساء وال80% كلهم رجال علما انه بلبنان كمان كان في خوف من هالموضوع اجتماعيا على الفتاه لانه نحن بنعرف انه عمل الاخراج والانتاج هو عمل ما عنده دوام هو عمل كمان المحيط فيه ايه عنده رجال يعني رجال خلينا نقول ذكوري وصعب اذا كانت سيده مزوجه يمكن عندها اولاد انه يكون في تقصير ان كانوا ممثلات ان كانوا مخرجات او منتجات يعني اليوم هيدي شغله مهمه كثير وخطوه كثير كبيره قدرنا نتخطاها. اذا بدنا نحكي اليوم عن المخرجات الرائدات بلبنان طبعا ما فينا الا ما نذكر نادين لبكي والانجازات يلي عم توصلها وتحيه لها اليوم. عن مين منحكي إجمالا؟ في جيل كتير كبير من السيدات وهيدي كتير مهم هذا السؤال رانيا لأنه عن جد لبنان هو مختلف عن كل محيطه كان العربي حتى الأوروبي إنه عنا عدد النساء أكثر وفاعلات بقوة موجودين بقوة بالسينما بعكس المحيط تبعنا. في عنا من الجيل الأول في عنا ما فينا ما نذكر توفت جوستين صعب من حوالي الشهر يعني كمان وعملين تحية لها نحن بالمهرجان هلا. في كمان رندا شهال الله يرحمها في بعد ليلى عساف بعدها عم تشتغل سينما بين لبنان والسويد هودي الجيل الأول برجع عنا الجيل الثاني وفي جيل جديد كمان اليوم في جيل كبير كمان بنحكي عن جوانا حاجي توما مشتغل اذا بدنا نعد اسامي ما رح نخلص يعني في كثير لارا سابا في منتجات مثل سابين سيداوي في سينماتوجرافر مثل موريال ابو الروس يعني الاسامي كتار ومجموعه كثير. في جيل جديد هلا عنا موجودين بلجنه الحكم فيروز سرحال منور نمور دانيا بدير هودي من الجيل الجديد منيا عقل في مجموعه عم تصنع سينما من سينما يعني سيدات عم يصنعوا سينما انما سينما المراه بحد ذاتها او سينما الطفل والعائله منا موجود بشكل قوي. اليوم بنشوف السينما المستقله بكل العالم السينما المستقله بتعالج مواضيع كثير مهمه لها علاقه بهذا التوبيك. اليوم نادين لبكي لما تطرقت لموضوع الاطفال شفنا قد ايه العالم عنده لهفه لهالتوبيك يعني بدي اشوف عن جد كانه اطلقت هالترند فينا نقول. نادين عملت شغله كثير كبيره اول شيء وصلت لبنان ووصلت هي وفتحت مجال لكل اجيال السينما كل التلاميذ والمخرجين والشباب اللي عم يشتغلوا عم بيقول ايه انا فيي اوصل في اوصل اذا اشتغلت عن جد عن ثقافتي عن المشاكل الاجتماعيه اللي عنا اياها بلبنان مش تقلدت عملت كوبينج لافلام تجاريه بتشبه كل الافلام موجوده وما كان التشيب فيلمز لا بقدر اعمل شيء اتطرق لمواضيع اساسيه بالمجتمع وفرجيها بشكل حقيقي. يعني اليوم فيلم نادين منه فيلم انتم عم تحضريه بتقولي هيدا حقيقه يعني بوجهك يعني مقتبس بوجهك يعني بوجهك حتى الممثلين حقيقيين. نفس الشيء في زياد الدويري سنة الماضي كمان عمل خرق وصل على سينما هوليوود وصل على الأوسكار سنتين ورا بعضهم فيلم لبناني بالأوسكار هيدي شغلة لازم ننتبه لها. الشغلة بدي أقول عنها أنه كل هالشيء عم ينعمل بمبادرات فردية يعني بعد ما عندنا سياسة عامة لرعاية الفنون والسينما والمسرح بلبنان يعني هيدا هو كان السؤال لمنى أنه اليوم تتختار تدعم المرأة من خلال هيدا العالم هيدا كمان شغلة فيه عمق لأنه على كل حال عم نلاقي مثل ما عم يحكي سام هلأ من شوي أنه قلنا سنتين عم بيوصلوا الأفلام اللبنانية للعالمية هيدا شغلة ما بتقطع مرور الكرام. ومن هون أكيد بدنا نحيي نادين لبكي عن جد الإنجاز اللي عملته هيدا شغلة بتكبرنا بنفتخر فيها بدي حيها وبدي وجه لها تحية. وفي نقطة تانية مهمة كمان بدي ألفت النظر عليها أنه نحن بهيدا المهرجان عم نطلق كمان مهرجان العائلة والطفل يلي هي بمثابة أهمية مهرجان الفيلم للمرأة لأنه الأولاد وأكثر شيء عم نشوفهم بالمدارس عم بيعانوا من كتير أمور مثل البولينج مثل المخدرات مثل التحرش الجنسي الإنترنت يلي هو مرض العصر يعني يلي هو هلأ بديك تضلك متابعة أولادك ولحقتيهم شو عم بيشوفوا وشو عم بيتفرجوا قد ما فيك لأنه ما فيك كمان تقدر تسيطر يعني صارت الأمور أسرع منك ما فيك تضبطي بتجربي قد ما فيك. بقى كتير مهم أنه ينعمل فلومة توعية للأهل وللولاد يتعلموا منها أو ياخدوا رسالة
منها. أنا هيدي بلاقيها شغلة كتير مهمة، وإن شاء الله تكون يعني مبادرة نادين لبكة هي الأولى، وإن شاء الله يكملوا بفلومة كمان متتالية ويوصلوا العالمية إن شاء الله. لأنه هل الرسالة هاي ممكن تتقدم بالسينما بشكل أسلس بكتير؟ يعني قد ما نحكي وقد ما نعطي يمكن نظريات وقد ما نعطي وقائع ودراسات علمية، لما منشوف هالواقع عم يتجسد بفيلم سينمائي بيوصل، يعني هي من أسرع الطرق يلي ممكن نوصل فيها رسالة، وأثبتت هيدا الشيء نادين لبكة من خلال فيلم كفرنحوم. لأنه دايما منفتكر سام أنه السينما هي ترفيه فقط، السينما هي نحضر قصة حب أو فيلم أكشن أو غيره. اليوم حضرنا فيلم كفرنحوم، كلنا بكينا، كلنا تأثرنا، كلنا فلينا مع قرار عم نطلع فيه انه نحن بدنا نحمل اولاد اكثر، بدنا ننتبه على هالمجتمع اكثر. يعني تغيرت النظره لافلام السينما، ما هيك؟ صح، خصوصا الافلام المستقله، يعني منا المينستريم اللي بنقول عنها نحن افلام التجاريه، الافلام المستقله كلياتها هي افلام لها قضيه. نحن بيروت فيلم سوسايتي اكثر شيء بنشتغل عليه، في عندنا شعار بنقوله او سلوغان ريسبونسبل فيلم ميكينج، صناعة الأفلام المسؤولة. لأنه اليوم لما يكون عندك هالقد سلاح قوي وعندك إنفلونس هاد على الناس لازم تكون مسؤول. ما في يروج لأفكار سيئة، ما في أخذ الأشياء بسخافة. هلا أكيد نحن مع الأفلام التجارية تنعمل، لازم الناس تشتغل يعملوا حركة يبيعوا أفلام، بس في حركة أفلام مستقلة لازم الناس تشوف شيء مختلف شوي. من هيك بيجي دور المهرجان. اليوم مهرجان ما بيقدروا العالم يروحوا يحضرون على الإنترنت أو يحضرون، هلا الأفلام مانا موجودة، نحن عم نجيب لهم بالمهرجان الأفلام يلي ما بيشوفوها بالمينستريم سينماز والأونلاين، أفلام روائع من أفلام العالم تقدم على المهرجان. 700 فيلم كيف قدرتوا اخترتوا؟ 80 في عندنا كذا درجة بيمشي. بنعمل أول شيء بنقرأ كل السينوبسيس ومنشوف الأفلام، بنعمل فلترينج، بنشيل الأشياء اللي بتفرج المرأة كضحية مثل ما كانت عم تحكي مدام منى، الأفلام اللي بتفرج المرأة ضعيفة، وبننقي أكثر، بنروح على بدنا نفرجيهم أقوى، منشيل الأفلام اللي أورسوجي واللي والقديمة. بنعمل تقريبا بيبقى شي 500 فيلم، بيرجعوا بيتقسموا على حوالي 4 أو 5 بروجرامرز بيحضروا، كل شخص بيحضر مجموعة، بنرجع بيعمل شورت ليست، بنقي الأفضل، بنرجع بنعمل ميتينج مرحلة الثالثة، بنعمل ديليبراسيون وبننقي هال 80 فيلم. هن شورت موفيز أو في فيلم فيتشر فيلمز وشورت فيلمز ودوكيومنتريز وأنيميشن، يعني كل الجانرز موجودين. حوالي 80 فيلم بالمهرجان، يلي بيروح على جراند سينماز بيحضر سيجمنت ساعتين، بيحضر فيه 3 أفلام أو 4 أفلام، يعني مش فيلم واحد لفرد سيجمنت. هو في ربح، في رابح بالاخر؟ ايه اكيد في جورية، اكيد اكيد. بس بدنا نشجع، يعني لازم هيدي طبعا انتم كمان الام تي في لازم نشجع كل رواد السينما انه قد ما بيروحوا كمان للترفيه بالسينما وبينبسطوا وبغيروا جو وبيظهروا من المود اللي هن عايشين فيه، بس ضروري يحضروا هالافلام اللي هن شورت موفيز، لانه كثير فيهم رساله مهمه وافلام رائعه. يعني أنا حضرت اسم كتير كبير منهم، فيهم رسالة كتير حلوة، عم بيستفيدوا وعم بيفيدوا طبعاً. بيكونوا طبعاً. أيضا أي متى ينتخب أفضل فيلم أو كيف مقسمين الجوائز؟ بخلال أسبوع في الجوري، هلا الجوري عم تحضر، بلشوا يحضروا كل شخص. قد ايه اقبال الناس بيأثر هون كمان؟ اكيد هلا بيأثر اذا عم ناخذ راي الجمهور، بس نحن الجائزه بتنعطى بالفستيفال هي جائزه جوري، لجنه التحكيم. نعم. يعني مش الجمهور بيصوت على الافلام، ما حطينا بعد جائزه الجمهور بهالمهرجان. بقى الجائزه هي للجوري، في جوري عم تشتغل 3 لجان، كل لجنه عم تحضر مجموعه من الافلام، وبنص الاسبوع عن قرارات بيجتمعوا بيعملوا ديليبراسيون بنقوا الفائز. في عندنا اكيد افضل فيلم طويل، افضل فيلم وثائقي، افضل فيلم قصير، وفي جوائز تنويهات لجنه الحكم يعني بتكون بيختاروا هني هيدي بشكل مستقل وموضوعي. معناتها لازم يحضروا حالهم كل المخرجين الطامحين او المخرجات الطامحات انه يشتركوا السنه الجاي، ان كانوا شورت موفيز او غير انواع. صح. من الافلام يحضروا حالهم من هلا، ما هيك؟ اي متى بتبلشوا؟ بلشنا انفكت للسنه الجايه 2020 بلشنا نقبل طلبات، لانه هو اونلاين بلاتفورم. وقلك شغله رانيا، انه الفستيفال فاجأنا انتشاره بالعالم، يعني اجينا نحن السنة 700 فيلم من 95 دولة، وهيدا أونلاين، يعني الريتش عم يوصل، الناس عم بيشوفوه أونلاين، عم بينبشوا عليه، عم يفوتوا على الويب سايت وعم يعملوا سبمشن، وهيدا شيء كتير منيح. أدي بتقولي أنه سيدات يمكن معروفين، بعض المشاهير، public figures، زوجات سياسيين مثل حضرتك، بيأثروا بهيك مجالات منا وبتقوية وتمكين المرأة؟ أكيد بيأثروا، إذا هن كانوا قادرين يوصلوا رسالة بتصير الرسالة يمكن توصل أسرع بعد كمان، وقيمة مضافة من خلال الشغل. أنا I believe in teamwork أصلا، يعني
وقتها نحن منكون فريق عمل متكامل متجانس وكلنا عنا الإرادة إنه نوصل، إن كان مرت زوجة سياسي أو مش زوجة سياسي كلها رح توصل رسالة، بس مهم العمل يكون تيمور. هو نحن أنا بدي أقول شغلة هون كتير مهمة للموضوع. هو بالفعل أصعب شيء اليوم بلبنان وبكل العالم هو إنشاء أنشطة ثقافية. الفاكتور المادي كتير صعب وأساسي كمان، واليوم وجود أشخاص قادرين معنويا يوجهوا هالمهرجان وماديا يوقفوا حده ويأمنوا له هالدعم من هون ومن هون، وخصوصا يعني أنا تلقيت مدام منى تلقيت المشروع بشكل كتير إيجابي وتبنته فعليا، وهذا الشيء كتير رح يأثر ورح يعطي مردود إيجابي على كل المخرجات اللي عم بفوتوا على ليدا وعلى المجتمع ككل. يعني أنت هون عم تخدمي خطين وقت توقفي حد هيك مشروع، عم بتكوني عم بتروجي للأفكار الإيجابية متعلقة بالمرأة ككل بمجتمع، ومن ميلة تانية عم بتكوني عم تدعم السينمائيين الفتيات يلي هن عم يجربوا يشقوا طريقهم ويعملوا يصنعوا كاريير يعملوا مستقبلهم وتفتح مجال عمل كمان لعدد كتير كبير من الناس انه يقدروا يشتغلوا، خاصة بهالظرف الاقتصادي يلي نحن فيه بالبلد. يعني انت بتعملي فيلم يمكن صغير بتشغلي فيه عدد كتير كبير من الناس، وخاصة وقت تعمليه بالمناطق المحرومة بالمناطق يلي فيها اذا بدنا نقول شوي الوضع الظروف بتكون أصعب شوي طبعاً. وخلينا نقول كمان أنه السينما اليوم يعني فكرة السينما وجودها صالات بلبنان بعد ما تأثر بالتكنولوجيا، يعني بعد السينما إلى مكانها وبعدهم مش كل الأفلام فينا نلاقيهم دغري أونلاين أو على الدي في دي وغيره، يعني وبعد هيك الاتجاه للسينما بعده حلو، يعني بعدنا بيطلع عبالنا مثلا نهار التنين عشية نروح نحضر بدنا الناس الدالة تروح تحضر السينما بصالة السينما، خصوصي الأفلام اللبنانية لازم يحضرون بالصالة. اليوم مات الكتاب انتهى، يعني في أهم مكتب لأفلام السينما بلوس أنجلوس بهوليوود سكرت أسبوع الماضي. لا ما بدنا المكاتب تسكر وما بدنا السينمايات تسكر. لبنان فتحنا مكتبة وطنية من حوالي شهرين، هذه شغلة منيحة. العالم لازم تتعور تروح تحضر بالسينما الفيلم، لأنه هيدي العادة موجودة بكل العالم. الإنسان الشباب الأولاد الجناس بيمشوا بيروحوا على لبنان، بعد في عم نحضر سينما، في تقريبا بينباع بلبنان حوالي 4 ملايين بطاقه بالسينما، يعني هو شيء منيح شيء منيح، بس بدنا اكثر يحضروا افلام لبنانيه كمان. بس الافلام اللبنانيه اثبتوا حالهم اكيد عم ياخذوا هاي ريتس كمان اكيد عم ياخذوا هاي ريتس. بس المهم بعد، وكنا عم نحكي من فتره انا وياك سام انه ونحن بلشنا بفقره ارتس اند كريتكس، المهم مش بس نحضر، المهم نفهم، المهم نقدر نحلل، المهم نقدر نعرف شو الرسالة يلي موجهة خصوصي من خلال هالأفلام الغير تجارية، إذا بدنا نقول هالأفلام اللي شوي أكتر اجتماعية ثقافية وإلى رسالتها. اليوم عندك أولاد منى بتاخديهم بتشجعيهم على أنه يحضروا موفيز، بتناقشي أنت وياهم الأفلام؟ يعني أنا تقريبا بالجمعة منروح مرة، إذا ما ساقبت كل جمعة طبعا، بس أنه أنا كتير بحبز أولادي يروحوا يحضروا أفلام وبناقشوهم، وخاصة أنه بكون في فيلم فاميليز بنبسط لأنه كتير صعب تلاقي فلومة للولاد. وشغلة تانية كتير مهمة ولازم ننتبه اليوم من خيارنا لأفلام أفلام الولاد، ولو حتى كانوا أنيميشن موفيز، لأنه أوقات عم بيتمر وعم بيصل مسج عاطل، أوقات عم بيصل مسج عاطل. بس هون أهمية المدارس، أنا كمان هيدا بدي وصل لرسالة فيها، أنه يقدروا ياريت في كل المدارس تقدر تعمل شيء اسمه سينما كلوب، يعني تقدر تحط فيلم وتحط الأولاد ويناقشوا هيدا الفيلم وياخدوا ويعطوا رأيهم حتى نتأكد أنه وصل هيدا المسج أو ما وصل. هالأيام ما بقى تقدر توصل رسالة للولد أو للعيلة أو أكتر شيء للولاد، ما بقى فيك توصليها بسهولة. الموفيز والفيلم والسينما هي أهين طريقة تقدر تفوت على ذهن الأولاد ويكون عندهم هالحس النقدي اللي دايما بنحكي عنه. أنا أكيد رح بكون معنا أصلا إن شاء الله سام قريبا في فقرة أرتس أند كريتكس لحتى نحكي أكتر كمان عن النقد للأفلام أو تحليل الأفلام السينمائية. بدي لكم يعطيكم ألف عافية. منذكر بالتواريخ قبل ما نختم سام. الافتتاح ب10 الشهر نهار الأحد الساعة 6 بكازينو لبنان، تكريم وفاء طرباي.
والأفلام بتبدأ من نهار الاثنين بجراند سينماز، الاثنين 11 الشهر للجمعة 15 بجراند سينماز أبسيت بي. كل شيء موجود على الويب سايت الفستيفال وومن في بيروت وومن فيلم فستيفال دوت كوم أو بيكاف فيلم فستيفال دوت كوم، وكمان بيقدروا يشوفون على ويب سايت جراند سينماز. يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم السيدة منى فريد الخازن وسام لحود. رح ناخذ بريك ونرجع.